دان نبيل مزيرق عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم بتطوان. اليوم الشغيلة التعليمية هي مستمرة في المعركة النضالية التي بدأتها منذ 5 أكتوبر، يعني احتجاجا على النظام الأساسي التراجعي، يعني هو النقطة التي أفاضت الكأس هذه السنة، ولازلنا مستمرين في الاحتجاج. واليوم نعبر عن الغضب ديالنا، وكما تلاحظون راه الأساتذة يرتدون اللباس الأسود تعبيرا عن الغضب على الحوارات المغشوشة، خصوصا الاتفاق الأخير ديال 10 دو جنبير الذي لم يلبي مطالب نساء ورجال التعليم، والذي كان أول مطلب ترفعه الشغيلة هو أولا الاعتذار الرسمي لها، ثم السحب النهائي لهذا النظام الأساسي. إذن وبالنسبة لنا احنا كشغيلة تعليمية راه نرفض بالبت وبالمطلق الزيادة ديال 1500 درهم مقسومة على عامين. إذن هذه شنو غنعتبروها؟ واش هي رشوة للشغيلة التعليمية من أجل العودة للمقرات العمل؟ واش حنا راه المطلب الأساسي ديالنا هو تكون العدالة الأجرية، عدالة الأجرية بالعلاقة مع القطاعات الأخرى في الوظيفة العمومية، ونطالب في التنسيق الوطني لقطاع التعليم بسلم متحرك للأجور. يعني كل سنة راه ارتفاع صاروخي للأسعار، راه كاين تضخم، راه الأجرة ديال الأستاذ ما بقاتش تتضمن العيش الكريم، و750 درهم إلا قسمتها على 30 يوم راه لا تساوي شيئا. تحية نضالية منعم الأمساكي عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي. طبعا اليوم نحن نتواجد هنا على صعيد مديرية طنجة تطوان، جهة طنجة تطوان الحسيمة، نقف اليوم في وقفة احتجاجية لنعبر عن غضب الأساتذة تجاه هذه الوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع التعليم. طبعا نحن اليوم قد تبين بشكل ملموس أن الأساتذة والأستاذات في ربوع المملكة رافضون جميع مضامين المخرجات الأخيرة للحوار، لكونها لا تستجيب بشكل يعني واضح لمطالب الأساتذة والأستاذات. ولهذا فنحن دائما نقول أنه في ظل عدم التراجع عن النظام الأساسي وسحبه يظل المشكل دوما قائما، وبالتالي فالأساتذة ليس لهم مطلب مادي فحسب، وإنما يخرجون من أجل الدفاع عن كرامته. وفي ظل هذا النظام الأساسي فإن هذه الكرامة لم يستجب لهذا المطلب، لم يحصنوا بعد كرامتهم، ولذلك قد ارتأى الأساتذة والأستاذات اليوم التجمع بهذا الشكل الاحتجاجي الراقي والسلمي للتعبير عن رفض هذه المخرجات، ويعبرون عنه كما تلاحظون بارتدائهم للباس الأسود، وهو يعني إشارة رمزية إلى أن الوضعية داخل هذا القطاع سوداء، وبالتالي ينبغي على المسؤولين أن يقدموا حلولا ناجعة، حلولا واقعية من أجل نزع فتيل هذا الاحتقان. دونك كنحيوا وكنشكروا المنابر الإعلامية الحرة المواكبة لهذا الحدث والتي تغطيه بكل حيادية وموضوعية. شكرا لكم.